السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما الجديد مع أخوتي. هذا الفريج إن شاء الله غادي نعمره اليوم، غادي نديره يفور فوق في البرمة إن شاء الله. هنا هذه الكبدة غنحتاجها للعمارة، والبقية غنحتاجها لحاجة أخرى إن شاء الله. دابا سيدي غادي ندق الشرمولة بهذه الطريقة هكايا، ما غادي نطحنها في مولينكس ما والو، غادي ندقها على يدي باش كطلع ريحتها مجهدة وزوينة هاد المهراز. وديك الساعه غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التعمار ديال الدجاج هاد الفريرج. هنايا البصله راه كتشحر، واحد الرويس ديال البصله درتو تشحر. الرز هو كي يتسلق، على الكبيده حتى هي رديتها تسلق. من بعد ما سلق لي الرز انا درتو هنايا، ودابا غنحط عليه المقادير ديالو. هذه هي البصله اللي تشحرت بهذا الشكل هكايا، كتطلق واحد الماده كتطلق واحد البنه زوينه ديالها، معروفه البصله فاش كتشحر كتطلق واحد المذاق. يا سلام زعما زوين بزاف. هنا الكبده اللي هي سلقتها ها هي قطعتها بهذا الشكل. هذا الزيتون، الزيتون هذا كتجي زوين تندمج مع شي ديال التمر. هنايا الحامض المصير راه معروف كيمشي مع الحاجه اللي درناها، كيمشي معاها زوين. هنا الشرموله اللي دقيت هي هادي، وهذا شويه ديال الخرقوب. هنا شويه البزار، هنا سكينجبير، هنا الشاونيه ولا التحميره كل واحد كي كيقول لها. شويه ديال الكمون على خاطر الحاجه اللي مفوره كلها خصنا نديروا لها شي شويه الكمون، حتى هي كتعطي المذاق ديالو زوين. وغادي نخلط هذا الشيء، غادي نخلطو حتى يتخلط كله ويتجمع ويد. هنا ندير واحد شويه بعدا ديال الزيت، زيت العود، زيت الزيتون، ضروري نديرو شويه كيجي زوين. غادي نخلط بيدي لا والو، غادي نحيد نخلط. هذه هي الحاجه اللي كتعجبني انا، خصني نقضي الشغل بيدي. يا بسم الله على بركه الله، الله يحضر البركه. هذا الفرج درت له شويه ديال العطريه من قبل وخليته على جنب، دابا لقيته موجود راني نعمرو. وغادي نبقى نعمر بشويه بشويه حتى نسالي. والرز اللي بقى لي كنخليه على جنب حتى كنفورو بوحدو، على خاطر كنعاودو نحطوه هكايا باش كناكلو حتى هو بالمعلقه. هو هذا الفريج ديالي انا، رديته في البرما يفور، والرز خليته من بعد لحقاش الفروج غادي يتدلي الوقت ديال تواشي ساعه. اما الرز خصني غير شي 10 دقائق وغادي نفورو ونحطو، على خاطر راه واجد طايب خصو غير طيب شويه. غطيب هاد الميكا باش الميكا اللي كتساعد في الطياب. بعد ما طاب لي الفرج قيت واحد شويه ديال البطاطا، درت الخس وراني كنستف، هانتوما كتشوفوني شنو كندير. هنا درت البطاطا، درت الزيتون، الزعلوك، هانتوما كتشوفو ديال الفلفله وديال البنجال. دابا غندير هاد الرز اللي هو فورتو، بهاد الجليل بحال هكايا. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك.
عندنا كاين كنزيل الخيار ضروري من الخضيره هكا باش كناكلوها، ما خصناش ناكلو غير داكشي على حتى باش ما تضر حتى شي حاجه. وبحال هكا كنستمر كنصايب هكا حتى كنسالي الطبسيل ديالي ديال الحطان. صراحة كيجي داكشي زويون ناشف. وهاديك الكبدة اللي بقات ليا درت معاها مطيشة، درتها طابت ولات ضغميرة، ضغمرات مزيان، وتا هي غادي نحطها في الطبيشلات اللي بغا ياكل بخبيز هكايا ياكل. دابا بسم الله على بركة الله غادي نجيب الفريرج ديالي باش نحطو. هو هذا الفروج، هو هذا نتوما كتشوفوا معمر تبارك الله. والرز اللي بقى قلت لكم هو هذا اللي دايره هنايا، ها هو الطبيسل ديالي مشاهدين العزاز، هو هذا. دابا غادي نحط الطبيسلات ديال الدغميره، هما هي هذه عاوتاني، هذه هي الدغميره ديالي حطيتهم ثلاثه ديال الطبيسلات باش كل واحد ياكل من قدامه، المونادا الزيتون وانتم ما خبعت حتى حاجه اللي كان هو هذا. ومرحبا بكم من هذا القناه، ودائما جيم دائما تواصلوا مع الميمه فاطمه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، ديروا المشاركه باش يوصلكم دائما الجديد فضلا وليس امرا. ودائما ان شاء الله كنقلبوا على الجديد وكنجيبوه بحال هذا الشكل هكايا انتم كتشوفوا. وبالصحه والراحه. شوفوا هذا الدجاجه انتم كتشوفوا راه طايب تبارك الله ما شاء الله.